كنت كمناضل انذاك في كنت كمناضل انذاك في اطار اليسار في اطار منظمه الامام، وخرجت وحضرت وشاهدت انتفاضه 20 يونيو المجيده، وقمت وصورت الانتفاضه وصورت الاليات الحربيه التي اتى بها المخزن من تكنات عين حروده ديال الجدارميه والمخزنيه موبيل، والعسكر بالاليات ديالو الحربيه من بلقرير، واطلاق النار مباشره على كل من يتحرك سواء في الارض في النوافذ، وحظر التجول. هذه الانتفاضه التي جاءت على اثر اضراب عام دعت اليه الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل في 20 جوان 1981 وللمطالبه بوضع حد لغلاء الاسعار وبسياسه التقشف. واليوم وكما بالامس المقاربه الامنيه هي التي زالت قائمه في مواجهه حراك الريف، حيث تم اعتقال كل نشطائه الذين لا يطالبون الا بقضايا اجتماعيه مشروعه مرتبطه بالشغل والصحه والسكن، وبقضايا هوياتيه مرتبطه بالهويه الريفيه مرتبطه ب ومن المفروض ان يتمكن اذا كانت هناك اراده سياسيه استجابه لها، مثلا بنقل جثات رفات عبد الكريم الخطابي الى اجدير، اعتذار الدوله عن انتهاكات جسيمه لحقوق الانسان في 84 59، جعل الحسيمه عاصمه منطقه الريف واعتبارها في اطار التقطيع كجهه قائمه الذات واعطائها كل امكانيات السير الذاتي، تنزيل ترسيم الامازيغيه باعتبارها لغه التعليم ولغه الاداره. وبدءا بكل هذا لابد من التفاوض مع اصحاب الحراك بعد اطلاق سراعهم. المقاربه الامنيه فشلت منذ زمان ولا زالت ستتكسر على صخره صمود المناضلين سواء في الريف او باقي ربوع الوطن، على صخره نضال ودعم قضايا القوى الديمقراطيه والقوى النقابيه الحقيقيه والقوى الحقوقيه والمدنيه الحقيقيه والقوى الامازيغيه المناهضه للمخزن ومن اجل الديمقراطيه ودوله الحق والقانون ودوله الشعب بدل دوله المخزن.